في الأحلى مستمعي مستمعي المدام وجيها الطقس شتوي 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 برشا. أي شتوي محليه 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 يزينا كفينا كفينا خلي شوية كيا غيث نفع إن شاء الله يا ربي. برد البارح واليوم أما عكس برد اللي البرة أحنا الأجواء باش تكون نار 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 في حلقة خاصة وخاصة جدا خاطر باش نتابعوا فيها أولى مباريات المنتخب التونسي في كأس العرب قطر 2021. نكونوا موجودين حفلينها حلقتنا تبدأ من توا حتى نص النهار. حاضرين والمنتخب مشجعين أبنائي أهلا وسهلتين. يعاني يعاني من متلازمة اللهجة الأجنبية قاعدين نشوفوا تبارك الله في مختصين أنا ونفركسوا في أطباء باش يعاونونا. دوبليك شي صباح النور. صباح النور صباح الورد تونس إن شاء الله يا ربي في العلالي وإن شاء الله ديننا ربحين وإن شاء الله اليوم نسلكوها مع موريتانيا وإن شاء الله بقدرة ربي قدرة ربي راحوا كان بالانتصار إن شاء الله. كل شاتو ميكرو تروتوار قدام الستار كيري يبدو خارجين من الستار وهما نفس الكلمات ديما يقولوا إن شاء الله متأثرين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي عملنا اللي علينا نحن إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي بالحق ريضة ما تصدقش مالك أنت تبدأ في ستاد كيفاش تبدأ عام ولا أجواء ملا أجواء ملا أجواء ما سلمش ما سلمش ما زال يحكي يبتبت يفركز على الكورونا بي أش أم إس أن دو سون فان كوبا هذيك للبارح وهو غاطس للعنكوش وفرق سنة شكون تخل قدام من واحد ثلاثة من غادي زوز منه كات كات دو على كل حال ابني المثقف الجميل لؤي صباح النور. جود مورنينغ وجه صباح النور اخواتي المزيانين الناس اللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله تكون اموركم رجله شيخين عاملين جو باش نتابعوا المباراة النارية الرحلة المحفوفة بالمخاطر للمنتخب للمنتخب التونسي ان شاء الله حجيم محفوف ان شاء الله نربحوا سينو فيما يخص الاوميكرون البي ا 529 هناك تحريات في تونس باش يشوفوا دخلت ما دخلتش باش نزيدوا التقطيعات الجينيه اللي هي السيكونساج باش نشوفوا اسكو الاوميكرون موجوده في تونس باش ناخذوا الاحتياطات والاجراءات اللازمه وربي يجريها على سلاح وربي يسترنا الناس الكل امين امين يا ربي امين. للمره 10584 مليار مره يرجع للسبور ويرجع يترين ويقول راهو بدني ونهار كامل ياكل البارح درش من خلطه لقيته في الاوبن سبيس يخرط على ما فهمتش شنو على شوفين على كلافز على معدنوس دخلت فيه كل على بعضها ابن المدلل راك خليلتك صباح النور جلال بونجور وجوج بونجور الاولاد بونجور اللي تسمعوا فينا الكل شعادي وقايد بيه من حتى النص النهار ان شاء الله 11 تاع الصباح رونديفو مع ليكيب ناسيونال تونس موريتانيا باش نتفرجوا في الماتش وباش نتبعوا الماتش مع اخونا امين جلانز باش ناخذوهم بعديك من الدوحه من شال الدوحه الدوحه اخونا امين مسلك كان هو في من بلاد بلاد مبعوث هو بخوش ايش عندنا في بخوش انا جلانز ما فهمتش جلانز يا اخي من طياره لطياره سامحني داكور عطاو عنا شكون ما شكون نحكي وجه وجه هذاك شوفين اللي ريتو في لوكون دافوان شفتوش انا شوفين شفتوش شفتوش حسيتو فتفات خبز ولا كيفاه وزدت عليه كلافز وبرشا الوان لبلبي الصباح هذاك قسم بالله حاجه وياخرت وكل شيء هاكم انتم تعملوا في الرياضه حتى انا زدت شبيني وانت وين سامحني احنا بحذا خالك ولد اختك ولد عم جد بابا ذا دوبلكس وين الصاله اللي اقرب لداري ترينا في العشاء باش روحوا مالي جاب سرينا معاكم اصبحوا انتم النيفو اقوى مني برشا سيرتو بوغانش زي صح يتغيب اليوم السيناريست العظيم الكاتب الكاتب اللي اتن من بعيد راجح ان شاء الله نقولوا له ان شاء الله لاباس ان شاء الله بلطف ورانا باش نبعثوا لك طبيب نشوفه خاطر ايش نقول لك هاني مريض في الدار كونتر فيزيت وكان لازم يتم خصم يوم عمل راهو سيتم خصم يوم عمل ما يهمنيش والله البارح وجوج روحت معاها بني بالكتابه يحكي لي على كتاباته وافكاره والفلسفه وكلي ريفيرونس هاكا داخل قد ما قامش اليوم لا مش مستانس مش هكاك الكتابه راه بشويش بشويش
مش 24 24 7 سوايع 8 سوايع ذي راهو نتاع فريمون بروفيسيونيل ودنيا وكتابة 7 8 سوايع وانت قاعد في المكتب نتاعك اما عام 12 ما يرقدش هذاك علاش ما قامش على كل حال ان شاء الله باللطف واحنا فما طبيب جايك ديجا في الثنيه وخصم يوم عمل باش نشوف كيفاش نعملوا فيه يلا الاولاد ابنائي حلقتنا باش نبداو بعد سونداج نبداو حلقتنا اكيد بالسونداج واليوم في اطار التغطيه الخاصه لكاس العرب حبينا نسالوكم تراو شي المنتخب التونسي قادر انه يربح كاس العرب السنه بكل صدق وصراحه وهنا ببعضنا تو العرب همش يسمعوا فينا قاعدين في الدار نحكي بكل صدق وصراحه خاطرين الحقيقه نتاع ربي ما نفهمش يصير في الكور لكن نحب المنتخب البست حاجه كي حمودي شفتوني كيف ما نجمش لا استطيع وابنائي راهم يلزمكم تشوفوا عليك تقول مضيف الطيران اي والله شكرا شكرا نجله بن عبد الله مضيفه وممثله في نفس الوقت دونك اعطيوني قولوا لي بكل صدق وصراحه ما احلى حوايجكم ساعه ما احلى مراو المنتخب تحيي المنتخب بالله العباد اللي تسمع فينا وتفرج فينا نمرو 10 في ليكيب ناسيونال شكون خاطر بعديك باش نتاعكم دي مون على خاطر باش نفسر لكم لو اي لبس نمرو 10 الخزري هو نمرو 10 الخزري ذاك اللي عطاه بونتو من السونتر هو نمرو 9 الخزري اي اما نمرو 10 في الكوب دي موند لانه يوسف المساكني ما لعبش انا معنا قامه راهم ما تدخلوش ياسر حكينا على السونداج بريف نحكي لكم على السونداج المنتخب التونسي هو اكبر فافوري للكاس العرب وجوج معناتها ريت النقاد والصحفيين الكل يقولوا انه معناتها ليكيب ناسيونال نتاع تونس اكثر معناتها جمعيه تنجم تهز الكوبا راب برشا نقد راهو على تشكيله معناتها على الجوارات اللي مشاو نتاع المنتخب الوطني التونسي لانه فالي ناسيون الوحيده اللي عيطنا لجوارتنا من برا دونك لانه خاطر الكاس العرب جينيرالمون معناتها لي زيكيب الاخرين لي ناسيون الاخرين عيطوا جواريتهم يا من الشامبيونات نتاعهم يا من لي شامبيونات عرب اللي موقفين احنا جبنا الاولاد الكل احنا جبنا اللي من برا هذي معناتها ما يقدش برشا ليكيب ناسيونال ما يساعدش برشا ليكيب ناسيونال لانه فما اهم كوب عرب فما الكوب دافريك الكوب دافريك والماتش ديسيزيف للترشح الكوب دي مون لازمهم يرتاحوا هوني بيان سور لازمك ترتح ترتح جواريت تجرب جواريت جدد تخدم على جواريت جدد جبنا جواريت من برا اللي حتى لليوم راه فما جواريت مازلت ما وصلتش معناتها راهو لانه فما خاطر دي شامبيون معناتها دي زيكيب في دي شامبيون كبار في الاوروب ما حبوش يسيبوا جواريتهم وهذا عندهم الحق من حقهم دونك فوالا لو بلو غران فافوري للكوب عرب هو المنتخب الوطني التونسي وهذا العرب الكل متفاهمين فيه سورتو الصحفيين والنقاد الرياضيين الكل دوبلكش يا صاحب الكره الذهبيه في دارك شقول والله انا متفائل بالمنتخب سنه خاطر فما عندنا ايفكتيف كبير برشا باهي برشا راه بارابور ليزيكيب ناسيونال الاخرين الكل وحاجه برك يلزم التوانسه تلعب بنفس الجرينتا اللي عرفناها في كوب دافريك في تونس واللي عرفناها تونس معناتها فريمون الجرينتا اللي ناقصتنا مش الاطراح الاخرين اللي لعبتهم فريمون ما كانتش مقنعه برشا دونك ان شاء الله ربي معانا وانا متفائل برشا انه تونس مش تعمل حاجه ان شاء الله لو اي كلمتين تكور نهار كامل انت وخاسر 8 وخاسر 3 و 4 شيء نجم نقول بعد اللي تقال هذا الكل ان شاء الله ربي ينصر المنتخب الوطني سامحوني دقيق جا ما عندنا شكون دخل علينا مبعوث الخاص يلا سيدي صباح النور صباح الفلفل صباح النور صباح الورد مبعوث خاص عباد ماشي القطار مبعوث خاص في الاستوديو قطع بحذينا مخيط والله العظيم دافي هنا حتى قطر دافي دافي ياسر هبطت التشكيله الاساسيه الله الله تقريبا عندها دراج وفما تغييرات على التشكيله اللي تحكي فيها نبيل البارح واليوم نعطيكم الفورماسيون معناتها اللي هبطت فاروق بن مصطفى في حراسه المرمى رباعي الدفاع لقاو حمزه المثلوثي بلال العيفة ياسين مرياح ومحمد امين بن حميده في وسط الميدان لقاو محمد علي بن رمضان فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف والتريول الامامي الاماني امامي الاماني الاماني باهي كلمه الاماني ديجا باهي لقاو في راس بالعربي سيف الدين الجزيري وحنا بال المجبري هذه الفورماسيون اللي هبطت معناتها فما برشا تحكي على المساكن اللي باش يكون اساسي وقائد فريق لكن نلقاو فريق بالمستوى قائد الفريق هذه التشكيله الاساسيه للمباراه اللي تبدا
ابارتير من الحداث سويعة ودرجة كيك سويعة ودرجة اخرين ونبداو ان شاء الله بقدرة ربي كريتا ودنيا وكل شيء و... جست بلي نحب نسال حمزه لانه قال لي باش نبعث لكم ما بعثليش قداش اللي يربح الكوبا راب 5 مليون دولار لهين اي 5 مليون حركوا سدوا بها حاجه 5 مليون دولار انت من المطار يا ربي يا ربي انت يا ربي يا ربي من قطرنا بدون نصر ان شاء الله ان شاء الله نبدا نصر من قطر يجيبوا مصحاح لاولاد يجيبوا مصحاح لعنا دفيز جيبوا دفيزات احنا عندنا برشا عندنا الاول اللي باش ياخذ العباد اللي باش يشارك كل 16 منتخب كلهم باش ياخذوا فلوس 5 مليون دولار الفايز بالكاس هذه 3 مليون دولار صاحب المركز الثاني 2 مليون دولار صاحب المركز الثالث 1.5 مليون دولار من المركز الرابع حتى المركز الرابع مليون دولار المنتخبات اللي تحتل المركز الخامس حتى المركز الثامن 750 الف دولار المركز التاسع حتى المركز 16 و 500 ألف دولار مركز 17 حتى 23 دونك حكينا على 16 منتخب دونك معناتها أقل واحد ياخذ 750 ألف دولار باه باه ما نرضاوش احنا الحقيقة بالشوية نحن عيننا كبيرة عيننا كبيرة فوالا فوالا إن شاء الله يا ربي المنتخب يربح اليوم إن شاء الله نسمعوا أخبار جيدة شكرا ليك حمزة باش تبدا داخل علينا خارج إن شاء الله في استوديو برشا أخبار باش تكون موجودة رياضية اقتصادية سياسية اجتماعية كيف كيف عنا دورة المارشي عنا الدوبليكشي في الزيكزرسيس امتاعوا نمشي وتوا في ساعة في ساعة فاصل ونرجعوا نكملوا في المدام وجهة يا فهم أحلى غجون ذكركم سؤال السونداج قلنا لكم هل المنتخب التونسي قادر انه يربح كأس العرب سناء اكيد قادر وإلا صعب شوية دونك خليونا رايكم على الباش متاعنا فيسبوك راديو ايا فهموا على انستغرام وشاركونا كذلك راي وجاوبونا على السونداج هذايا وقولونا اشكيونا انقدوا كان فما حاجة مقلقتكم اطلبونا على 71-194-194 اشكي للمدام نسمعوا تتسويتا اشكي للمدام وقول لها اللي في قلبك صباح خير مدام وجيخ صباح النور كل اللي يخدموا في اسم مصباح لليل ربي يعينكم برافو على الخدمة تقدمونا فيها عندي برشا ملاحظات وبرشا شكايات وبرشا حكايات اما اهمها حسيتها هي ظهرت الكلاب اللي توجدت في كل الشوارع يا وجيه يا اختي كالصغار صباح يمشوا يقراوا هكا العباد الكبيره هكا الناس الكل الصباح ما تراكم بال15 نكلم بال10 كلاب اقل جروب من الكلاب فيه اربعه راهو مش عادي راه مره اخرى قدام كوليج وليد عضوا كلب كما هزوه الباستور وعمل تلقيح واحد همان راي مش عادية راي ظهرت الكلاب راي ربي يكون في العون والمرة جيت ونزيد نحكي لك برشا حكايات يا وجوج ما حلاك حسيلو راكي تفرهدي على القلب ربي يعينكم الكل كل حاجة من تونس نزيد نشكي كفر عليك في الشكوى يزق لكم باساج وينك اللي يدو الفريكاسي فما قمة زادة ترم غطي وشتر عريين تبقوني تتصبوا كل مام وصفايد أما مش معقول أم بلاكي سنتر التروتوا عطيوني نومرو بش نطلبوهم بلدية ولا حاجة نوميو وفاغ ولا بالفلوس مش معادش نقلق المدام يزي أنا قلق فيها يسر عليها اشتها حوتة علي باي باي يا مدام حاجة من تونس صباح الخير مدام وجيها وولادها اليوم انا نحب نقترح حاجه مش باش نشكي باش نقول لكم بربي علاش مثلا ما تعملوش حاجه كروبريك فيها ترف يحطوها المستمعين على الروبوندي وانتوما كل يوم تختاروا ترفوا وتربحوها حتى جايزه بسيطه مش مشكل نعمل ندخلوا هكا شويه فرحه للناس ونحيوا شويه ستريس والمهم الفرحه ديما تبدا موجوده وهاي ترفع على الحساب ان شاء الله تعجبكم ثم واحد شميتي برشا برشا حط على كل قبر سي دي فيه اغنيه الحياه حلوه الله لا يعجبتكم عرفة وين على ذمتكم ديما تو نبعث لكم التورف ونفرهدكم ميرسي مدام وزيها وكيفة الليكيب اللي معاك اشكي للمدام وقول لها اللي في قلبك بعد شوية مكملين مع المدام وجيها على اي فام احلى غديو اي فام احلى غديو رجعنا لكم مقترحات شفت مقترحات سي دي على وقولوا الحياة حلو معنا ندموا على النهار اللي استغفر الله ويعملوا النكتة الذهبية ايه النكتة الذهبية بالله ولي مش نسال حاجة بركة الخاسري عمره لبس نمرة 9 عمره ما لبس نمرة 9 راو دخلنا في الخلط خونا دوبليكشي مشكل دوبليكشي حتى الخبر جاي من قسم الرياضة لا علينا على كل حال لوفا صباح النور صباح الورد الطقس
هكا بارد بارد برشا. غدوه يتحسن ان شاء الله. يلا خليكم معلوفة اخبار الطقس الاخبار ونرجعوا نكملوا معاكم في المدام وجيه وابنائها حتى نص النهار. يلا يا سيدي صباح النور صباح الفل ورد والياسمين من الناس اللي التحقوا بينا الان 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 نقول لهم ان شاء الله يا ربي نهاركم اسعد الايام وتابعونا تابعونا اليوم تابعونا على خاطر المنتخب يلعب كيف ما الناس كل تعرف مع موريتانيا حوت نحوتوا على رواحنا نحن نحن صحيتك صحيتك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نفرحوا ان شاء الله نتألقوا ان شاء الله ماتش يتعدى مزيان وفيه لعب شباب. الكوتش الكوتش اللي بجنبي اللي قال خزري نمره 9 سبحان الله وبيها ما نعرفش كيف يجيبها. على كل حال لا علينا باش ندخلوا معاه في لي زيكزيرسيس اللي حضرهمنا اليوم في حرك بدنك تفضل. حرك بدنك ايوه لا واللي فاتك اغرب وجهك. انا دخلت معاه في نقاش قلت له ليه اخذت كوب دي موند مسكني ما لعبش مسكني نمره 7 ما عنده حدا دخل بنمرة 10 ما دخلنا في نقاش صح عليك. انا خاطيني برافو انا خاطيني يا جماعه راهو حمزه هو اللي غلطني غلطوني غلطوني. حمزه قال لي فاتك معاه صحافي رياضي حمزه يغلط في نمره جوج. حمزه قال لي فاتك معاه قال لي انا نجري بحال يعني له اسالني يا اخي قال لي قلت له هكا من بعد نعرفه حمزه قال له كيك ولي على كل حال هاي سيد الساعة قبل ما نبدأ روبريك بلاي نحب تحية خاصة للعباد كل اللي تبع فينا وشوختو اللي خليونا كومنتير محلية ومزيانين البارح ووقت البارح راهو البارح مش قلت البارح خذوا البارح حد دونك تحية خاصة للناس كل البارح انت يوم كوبل ايو انا يوم كوبل كوبل في بنزار دونك بالحق نحب نقول لكم مرسي بكو واللي تابعوا فينا واليوم مش نشوفهم بعضنا دي زيكزيرسيس اخرين معناتها تمارين اخرين نتاع تقويه عضلات كما قلنا لكم اصحاب لي زيكزيرسيس يضحكوا خاطر وحده قال وليه دي زيكزيرسيس اخرين تمارين اخرين تمارين تمارين نكملوا بهم الجمعه كي العاده دونك قلنا اليوم الجمعه هذه مش نعملوا توسكي تونيفيكاسيون ولا توسكي رونفورسمون مسكولير نتاع البدن الكل بدينا البارح خدمنا الظهر وخدمنا الاكتاف اليوم مش نخدمه البارتي القدامية اللي هما لي بيكتورو اللي صاحبي لؤي ولا اخويا لؤي يحبوا مع الاخر وديما يخدموا شكونوا لي بيكتورو بيكتورو مش مشكلة مش لي بيكتورو اللي هما بيك لي بيك لي بيك معناتها اللي هما لي مسكول القدامين صحيح تسمح ليه وين البوترين باش نبداو بالتمرين الاولاني التمرين الاولاني تري سامبل نقعد على على نفسي على بنك دونك اموري مريقلة ظهري مشتي راسي 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 في القاع يحط نفسه ويقعد انا ما عادش راه ما عادش ياسر ياسر ندخل فيه خليه تفضل ايه قاعد على روحك فوق بنك ظهرك مستوي نقعد على بنك ظهري مستوي ايديا مثنيين زاويه قائمه ونخلي الكود نتاعي فرد نيفو مع الليبول نتاعي ونحاول نطلع ايديا الفوق ونسكرهم بشويه بشويه دونك ونحاول بالحق كل ما ندز ونديري قاعد ندز في بار ولا ندز في في حاجه ما في الفارغ راهو على خاطر تنجم انت تخدم ما غير حتى شارج مي راك قاعد تخدم في المشكل هذاك كونسيرني مي كيما قلنا البارح نخدموا برشا نومبر دو ريبيتيسيون تنجم تعمل ابارتير من 25 ريبيتيسيون حتىكشي ال 50 ريبيتيسيون علاش ما لنا ترزلني رزل رزل راجح رزل عليك انت خاطر عندك اوبجيكتيف واحد اخر تو نحكي مع الساده مش كيف كيف خاطر كل واحد الاوبجيكتيف نتاعو دونك ليكزيرسيس هذا لي تري سامبل نحاول كل ما ندز الايديا الفوق نستخيل اني انا عندي كيلوات ولا نستخيل اني انا عندي حاجه رزينه ندز فيها دونك هذا التمرين الاولاني نركز برشا انه لي زابدون تاعي يكونوا سيغي ونركز برشا انه ظهري يكون في على البنكيت ولا على البان ولا على القاع المهم ظهري مسوي هكا وبربي لخصها ماني باش نتعدى نتعداو كل جاي على قضيه يا ربي لا نتعداو للتمرين الثاني التمرين الثاني ما عادش قاعد على نفسي نبدا واقف على نفسي زي نفسي نحاول نخلي يدي اليمين ولا اليسار باللي يد تحبوها دونك باراليل وسول وتبدا فرد نيفو كيف كيف هي ولا ليبول نتاعي مي على جنب ونحاول نسكر يدي من برا وانا ندخل يدي للداخل حتى تكشي المستوى السره نتاعي معناتها الشطر بدني دونك ليكزيرسيس هذا كيف كيف نعمل برشا مرات على اليمين وبرشا مرات على اليسار ونحاول اشك فوا مش تقولش عليا راني مش نعطي باش نضرب واحد لا يزمي داي تبدا مستويه يجي مستويه ونقدمها قدام وكهو بليد 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 يجي والداخل تخرج والبرة ولا حسيتو بالفيراندا شنية تحط نحلي داي على نفسي
ومن بعد نقدم وما كيبقوش غير باش نصفق نعمل بابيون يد بيد نعمل يدك صح يد مرة اليمين مرة اليسار نتعداو للتمرين اللي من بعد دونك نفس البوزيسيون مي اليد نتاعي تبدا اللوطه من اللوطه وانت طالع دونك مش نفس البوزيسيون لا نفس البوزيسيون معناتها واقف معناتها على نفسي يدي البوم دو لا مان اللوطه ونحاول اون ديغي مش نطلع حاجه لفوق كيف كيف راني نخدم يد اليمين وحده من بعديك نخدم يد اليسار وحده التمرين اللي من بعد كيما عملنا البارالل وسول من اللوطه لفوق مش نخدمه من الفوق للوطه تويكا نفس البرانسيب معناتها انا واقف على روحي من الفوق للوطه نهبط يدي كيف كيف ونحاول نعمل كيما قلت لكم لي نومبر دو ريبيتيون اللي قلنا عليهم واخر اكزرسيس نخدمه به اللي هو البومب بعد ما خدمنا هذا الكل نخدموا البومب واخترت لكم اليوم بومب نحطوا ركايبنا في القاعه ونحاولوا نحلوا ايدينا يعطيك صحه سهله على الاخر دونك نحاولوا باش نحطوا ايدينا محلولين شويه لي كود نتاعنا ديريجي فيغ ليكستيريور ونحاول نهبط نمس البوترين نتاعي في القاعه ونحاول ندز دونك بوش اب نحاول ندز البوترين نتاعي الفوق دونك كيف كيف التمرين هذايا نعملو برشا مرات دونك انا قلت لكم دو بريفيرونس نعملوه ما بين 25 و 50 ريبيتيسيون والنجم رانا نوصلو اونتر 3 سيري والا 4 سيري شاك اكزرسيس داكور دونك احنا نشوفوا فيهم لي زيكزرسيس هذوما خاطر في الاستوديو ما نشوفوش قاعدين يتعداو على اف ام تي في باهي داكور دونك تلقاو لي زيكزرسيس موجودين على الباج نتاعنا اف ام تي في المدام وجيه شكرا ليك دوبلكشي بارك الله فيك على لي زيكزرسيس مش على الحديث والوصف وكل شيء وحكايه فارغه ياسر شكرا ليك بارك الله فيك نمشي ونشوفوا اختكم المساهسه فانا مرشي من المرشيات موجوده بعد الفصل كي تقول ربح تقول اي اف ام وكي تقول العب يلا تقول برشا فلوس اما كي تقول العب يلا مع 8 متاع الليل على اي اف ام تقول باش تربح برشا 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 فلوس 600 دينار تنجم انت تربحهم كي تشارك وتحاول تجاوب على الاسئله يكفي باش تكومبوزي من تليفونك ايتوال 600 ايتوال 1 دياز وتربح الكاش وزيد تدخل في السحب اللي ربحك كياريو قيمة 50 مليون العب يلا من 2 للجمعة 8 متاع الليل مع وليد زريال العب يلا مع اتصالات تونس و اي اف ام احلى غاديو تمتع بشيخة وبنة الاغاني الشرقية هو من شل ذنبي مين ايه اللي انا عمل ناس رايق اللي بتضحك على طول اما العالم اللي متضايق انا لا ماليش في دور على اي اف ام احلى غاديو من التسعة ونص لنص نهار تبع المدام وشوف اللي صار مع وجيها الجندوبي على اي اف ام احلى راديو اي اف ام احلى راديو العشرة و19 دقيقة قبل استهسوها طالب فيا بحاجه لؤي شني حاجه نحب نقدم تحيه كبيره برشا للكرياتور دو كونتوني ومخرج زاد اللي هو سامي الشافعي اللي اختارته الفيفا ما بين الكرياتور دو كونتوني نتاع تونس الكل على خدمته بالطبيعه على خاطر ياسر كرياتيف باش يمثل تونس ومشى يشجع في المنتخب الوطني غاديكا في قطر باش يعمل ستوريات باش يعمل كونتوني كامل فيديوهات وفازات كل على المنتخب وتشجيع هزوا الكرياتور دو كونتوني من العالم العربي كل واختاروا سامي من تونس دونك نوجه له تحيه سامي ان شاء الله مربوحه سامسوم انت عنا عنا وليدتي هبلوا قسم بالله العظيم عنا وليدتي هبلوا 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 يلا نمشي ونشوفوا اختكم اساسوها الجميله الرائعه اللي ما عندهاش قصه وين فانا مرشي معاه ومرشي ومرشي اساسوات الجميله الرائعه صباح النور صباح الانوار اهلا وسهلا شنو الجو انت شنو الجو يظهر فيك في مدينه كرسينة. عربي قاعده نشوف في بني قديم فانا مرشي انت احنا في مرشي القلالين عندنا جديده ما جينيش لهنا للاسواق بسويقه القلالين دونك كنا قايد في البرده زي ما نجمو نمشيو كل القلالين الحق نتاع الحق تاع ربي دافيه دافيه انا
اي انا نحس في روحي سافا با يا جماعه. شبيك شال خير لاباس عليه انت ديما سافا با، ما شنو اللي جد علينا؟ اللي جد شيرين كانت عندي فيها ثقة كبيرة برشا فار إليسا ديك حكاية الكارفة والزملين شعني فيه. أما أما شيرين طلقت بجهودي أوفيسيالمون مال هي توا كونفورتابلمون ديفورسي سي بيان عندها مده وهي تتهدد علينا مازالت كي خرجت غنيت فك الافتتاح نتاع الاقصر هذاك كبرت حب وقالنا نعشتي فيها درسنا حب وقالنا قالت ما طلعش قالنا ما طلعش قالنا ريتو كيفاش ما يغلطوش الرجال من الاول يا بنات يا بنات يا تسمعوا فيا هذيا شيرين سمعتنا البارح خاطر حكينا على الطلاق ملكة الطرب ملكة الطرب هذيا أميرة الأمراء شيرين في أنت دونك ما عادش تتبع انت في بالك معناها الحياه ما... اللي في الغنيات هذيك هي الحياه عندك انت في الغنيات معناها ليه انا كي لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح معناها نارخ كنت واقفه الريح يهفف عليك وخاطر تحب صحيح هكا انت معناها تتعامل مع الحياه ليه انا كنت ليلى كنت تتبع في شيرين الانسان معناتها كيفاش كانت تحكي وكل على على رجلها كيفاش يحبوا بعضهم كيفاش عارف سبحان الله كاو حبوا في الحب بعد بعد تلف تلقى كهو طلق ما تفهموش الله غالب الله غالب شيرين ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه انت معروفه منو مش عليك حتى كان تعرفي 100 مره نورمال هسه رفوجي فيزا مش وياها ان شاء الله المره الجايه بسم الله عليك يا ساسو حست روحها ساسو هي زيد ما سهست معاها اي والله كنت نتبع قصه الحب هذيا ما عندكمش فكره والله نحكي بالرسمي راه فارس هذيك كل نحكي بالرسمي كنت عجبتني قصه الحب نتاعهم وكل هذيا صوروها في بدو حب وقالنا انا عشت فيها صوروها في نتبع حتى هو عاطينا بالقفي هو عاطينا بالقفي هكا عاطيك انت بالقفي احنا والله اللي يهمنا فيه كيفاش واقف انت هكا ياسر معناها الحاسه العنكوش في الاخر في الاخر ما عرفت هذيا صابت لنا يد راجلك ولا يد خطيبك وراسه نتنبه عليكم اذا نتنبه عليكم اساسوها تنبيه رسمي بالنسبه لفتيات المخطوبات خاطره مسكينه نفسانيا بنتي تعب شويه قالت معاش هبط لي انا تصوير زعما يدك بالخاتم وفيها نقش حنا ودرشناه وبعد خدني معاك اي وانت الموضوع يلا نحن في مرشي قلالين نرجو بيان سور كو مرشي بتاعنا اللي تخلص على خطره اعطينا شويه اسوي تاع الخضره قلب عن الاختيار 2099 اسمها دفني اسمي من كيف لا ساسوها ما عادش نسمعوا فيك بالكل ما عادش نسمعوا فيك الو اي فوالا اركح في بلاصه واحده بيت قلنا القراءة الاخضر 2089 كيف الاختيار القابض 2088 القرعة الأحمر قديش؟ 12 القرعة الأحمر البطاطا 1980 بلاش كلوب المدنين 2480 الرمان 1480 كما قابض تسيكم لا الصوت ما هوش واضح بالكل الكيت نحي الكيت ألو نحي الكيت نحي الكيت جريت نسمعوا فيك مش مشكلة أنت تسمعنا احنا نسمعوا فيك اعطينا أنت الأسوين صوت واضح لوبيا نرجع شوية للخضرة لوبيا الحمراء 2480 الجلبينة 3480 اللفت 1180 السوق في العادة نعطوها دينار البطاطا هنا 1980 في العادة زيدوا نقدموا شوية نقاو السبنالية 980 بالنسبة للكيلو ربطة الفصل ب 400 الفصل الجويد عرفتوه الجويد عنا الرومين تستوري الكيلو 750 الزنبيع 980 طمسون 1480 التفاح 1480 كيف كيف الشنوة 980 الهنين نقاو الزيتون هذيا
لكحل المتوسط 2680 نمشي ونعمل طلع على سويم بتاع الجيش. أيوة صباح الخير باش شحوالك كان تقولي لا سويم مخدمت بها من اليوم لي حالي اليوم قداش سامحني يا سهسوها الصوت ماهوش واضح ما صوت مش واضح مش واضح مش واضح في مدخل مش واضح الصوت تك 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 برشا وهذا يوتر الاعصاب ليش ولا ليه صحيح دونك اقعد في بلاصه واضحه واضحه سهسوها سهسوها نسمع فيها تسمع فيها الكونيكسيون طايحه لهنا اي اي ماشي داخل مرشي اي الكونيكسيون طايحه شويه في المرشي ديك عليه أنا السلوب داندا 13 دينار 990 أيوة الكبدة الداندا 3990 كيف كبدة الدجاج 11 دينار 990 أيوة أفقاد الدجاج 8890 بريت كذوما الأسماء الكل اللي نلقاهم في مصر ما نلقاوش جدارة هذايا الموجود نلقاو لهنا زاد البخورات ولا الخلاص والجو العربي هذيك الكل اجواء الكوشينه كلها خلاص من اللحم اللي كل شيء بدينار هذوك ياسر محليهم اي اي كل فشفش هذيك كل شيء كل شيء بدينار وبعد كل هذه قداش يقول 2050 شكرا لك ساسو باش عملنا مشاكل بارك الله فيك شكرا لك هذا كان بوا مارشي من مرشي القنالين توا نحن باش نطيروا للدوحه نشوفوا الاجواء قبل اقل من نص ساعه من انطلاق مباراه تونس وموريتانيا في كاس العرب معنا مباشره مبعوث اي اف ام في الدوحه امين جلانزا موجود صباح النور امين الو 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 مرحبا صباح النور وجوج تحيه كبيره ليك تحيه لجميع المستمعين والمشاهدين زاد نسلم برشا على اولادك حاضرين معاك في صحش ليك يا جلانزا شيخ شيخ صح عليك انا حاليا متواجد في ملعب استاذ احمد بن علي جاي نخدم على روحي اي تفرد تفرد ما يصيرش مش مش على روحي من جاي نفرد مش مش تفرد على روحك ما فما حتى مش احمد بن علي حاليا اي في منصه صحفيين في استاذ احمد بن علي الموجود في منطقه الرفاع استاذ نادي الريان استاذ حلو برشا نحاول نوريكم منه شويه ولو انه هذا مخالف لقوانين الفيفا بما انه احنا ما عندناش حقوق البث فما حاجه تهمك انت برشا وجوز خلينا بعد شويه على الكوره هي فما تنزيلات هنا فما فما سيلز هنا لي بروموسيون بارتو الماركات العالميه اغراءات عديده يا وجوز هنا نعرف نعرف تمشي حاسين باش تعمل دوره ترسيلك تشري وانا راني شاد روحي توا فهمت يا ولد لا روح بهم الفلوس عشان ودي روح بهم جلانزا روح بيهم ما تشري شيء من غادي عنا كل شيء في تونس ما نعرفش كان لازم نقاوم الاغراءات الموجوده والماركات العالميه وش من اي يزيد غزل لو يزيد غزل اي ما تروحش نوصي الحبيب يبعثوا لي فلوس باش نجم نشري اللي نحب عليه كان عندك الحبيب صح فرحه نحكيو على المباراه اي قبل ما نحكيو على المباراه والتشكيله الاساسيه اللي هبطت منذ خلينا نحكي لكم شويه على البلاد على الدوحه اللي هي مهيئه ومجهزه يوجوج الاحتضان فعاليات كأس العرب قطر 2021 وكأس العالم 2022 كما تعرف البطولة هذه هي خلينا نقول بروفة لكأس العالم ثاني إيساي لكأس العالم تجرب الأمور التنظيمية تقريبا نقول ممتازة ساعات هكا فما حاجات كما الإرشادات والتعليمات مفقودة نوعا ما لكن الأمور طيبة يعني مقارنة بعديد الدورات اللي غطيتها حقيقة الملاعب على أعلى مستوى المترو وجوج حكيت عليه برشا ديجا حتى اللي انقلقوا مثلا البارح في 90 دقيقة مع الخلود حكيت لهم برشا على المترو المترو اللي أنا بيرسونيلمون ما ريتش كيفه مربوط بكل الملاعب الستة ملاعب اللي تحتضن فعاليات كأس العالم قطر 21 المترو خير من المتروات في الأوروب خير من مترو فرنسا خير من المترو في ألمانيا حقيقة حاجة روعة وما تستناش برشا ديجا معنا ثلاثة دقائق دقيقتين تلقى مترو كنت دقيقتين موجود باش تخلط على الماتش اللي ما غاديك هذاك عاملينه راهو باش 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 الجمهور الرياضي ما يتعبش تلقاه من مدخول مدخول معناها باش تمشي الماتش الماتش اي صحة وفرح
ولي ستاسيون تقول مطارات برشا لوكس معناها تشوف لي كابين نتاع المترو برشا برشا لوكس معناها تفضل المترو على لي تاكسي ولا سيارات بما انه فما لي زومبوتياج وفما سيركولاسيون موجوده سورتو في لي زور دو بوان دونك المترو تكون افضل حل للتنقل من ملعب الى ملعب. هذا ملعب الريان نوريكم شويه الملاعبيه قاعدين يقوموا بالحركات الاحمائيه ورايا ملعب مثلا حتى استيتيكمون ياسر محلاه اللون الاحمر والاكحل الوان نادي الريان القطري ملعب على مستوى العشب الكريسي وين يقعدوا الجمهور وين يقعدوا الصحفيين الكونيكسيون يعني كل الظروف مواتيه لاحتضان فعاليات كاس العرب كل الظروف مواتيه باش نقوموا باش نخدموا خدمه باهيه ان شاء الله. مباراه الاولى مباراه المنتخب الوطني التونسي وموريتانيا تنطلق بعد نص ساعه تقريبا ماضي ساعه وقت الدوحه. تونس نعطيكم من التشكيله فاروق التشكيله في الدفاع ثلاثه مدافعين ياسين مريح بلال عيفه وحمزه المثلوث يمين بن حميد على اليسار فخر الدين بن يوسف على اليمين فرجاني سيسي محمد علي بن رمضان في راس بالعربي حنا بعد كونيكسيون حنا بعد أرجعنا لحنا بعل من حنا بعل كنا ممكن ننتظروا في يوسف المساكني حنا بعل المجبري في رأس العربي وقدامهم سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المصري كنا نسألهم ممكن في يوسف المساكني باش يكون أساسي لكن المدرب منذر الكبيري خير تعويل على سيف الدين الجزيري كمهاجم وكرأس حربة. المباراة تنطلق بعد بالضبط 28 دقيقة الملعبية كما قلت لك يقوموا بالحركات الحمائية منتخب موريتانيا نعرفوه مليح لعبنا ضده في كان 2019 في مصر لعبنا ضده في تصفية المونديال وتوا في كأس العرب أول مباراة في الدورة وبنلعبوا ضده زادة في الكامرون 2021 بعد أكثر شوية من شهر. دونك منتخب موريتانيا عبارة مباراة ديربي زود فرق يعرفوا بعضهم والمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يبدأ الدورة كما يجب بدل ثلاثة نقاط إن شاء الله نستناو احنا بداية المباراة اكيد فما حاجة احكي لي على الجمهور جلانتر احكي لي على الجمهور غادي الجمهور حقيقة ما تعرف توقيت المباراة توقيت يتزامن مع ساعات العمل دونك ما دي ساعة وقت قطر العباد يخدموا يعني كملوا لهنا ما دي ساعتين فرتين ما ساعتين يبدأوا يكملوا فمش برشا الجماهير التوانسة في حدود خلينا نقولوا 40-50 شخص جماهير الموريتانية أقل شوية طيب يحربوك 40-50 هذوك من جماهير موريتانيا يبقى بيان سور احنا الجماهير بتاعنا ديما يحفلوها سواء في المحافل الدولية ولا مسابقات الأندية زادة ديما حاضرين الجماهير التونسية نتصور في المباريات القادمة مباراة الإمارات مباراة سوريا باش يكون أكثر العدد أكثر حضور جماهيري بما أنه المباراة باش تلعب العشية ولا في الليل اليوم كما قلت لك يتزامن مع توقيت العمل الماتش اذا حكينا لازم كيفاش يحكي الصحافه العربيه كيفاش تحكي على المنتخب التونسي جاتكش اصداء سمعت حاجات اكيد حكيت شويه مع صحفيين عرب صحفيين جزائريين ومغاربه وحتى خليجيين حاطين المنتخب الوطني التونسي من ابرز المرشحين للفوز باللقب صحبه المنتخب الجزائري والمغرب زادة المنتخب الوطني التونسي حظوظ وافرة إن شاء الله بالفوز باللقب ينقصونا شوية من لعبية كما تعرف إصابة أيمن عبد النور مازالوا فما لعبية باش يجيو أنيس بن سليمان استبدل بمعتز زدام دونك فما بعض الغيابات إن شاء الله ما تقلقش بما أنه كأس العرب تتزامن مع مباريات البطولات الأوروبية ذاك علاش الأندية ربما ترفض لعبيتها نفس الشيء بالنسبة لفرق الأخرى مثلا المنتخب الجزائري عنده دي ستار ما جاوش من أنه عندهم التزامات مع أنديتهم لكن هذا لا يمنع أنه أحنا من أبرز المرشحين وإن شاء الله إن شاء الله الخمسة مليون دولار تكون من نصيبنا وفوزوا باللقب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك امين حظ موفق ان شاء الله للمنتخب التونسي اليوم ان شاء الله الربح والترشح يكون ان شاء الله عندنا احنا بارك الله فيك وروحوا بالكوب علاش ليه. شكرا امين
اي حاجه ارجع لنا نحن رانا موجودين لهنا. نحبوا نفرحوا الحقيقه، نحبوا نفرحوا والله نحبوا نفرحوا، نحبوا نشوفوا ضرب تونس يرفرف الفوق وهكا وعينيك تدمعوا ولحمك يقشعر هكا. متوحشين الحاجات هذوك والله، متوحشين برشا 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 مستحقين. على عود صباح النور صفا كيف الحال؟ شنو حوايج؟ ما قالولكش اليوم باش تجي لابس منتخب وكل؟ لا الحقيقه ما قالولكش. قمت مأخر اليوم؟ مأخر قمت بكري شويه وباش جيت خدمت مع جماعه نتاع الصباح. ها فوالا ذاك عليه خاطر مع جماعه الصباح احنا نقول لك جماعه الصباح. ليه خاطر احنا تفضل معلومات مؤكده من بوغنجا مشاركه انه لازم نجيو لابسين مريول المنتخب في الجروب. في الجروب انا كنت في كونج ما كنتش في ما حليتش الجروب. الجروب ما حليتوش. كان يحل خالي لحنا شوقي. لا لا انت انت تحل خاطر انا زاده موجوده في الجروب ساعات نهبط انا ولا حاجه. انا نشوف كلها يلا يا سيدي الحمد لله يا ربي الها هذه من عندك من عركه توا ولي ذو. لا ما خلينا نحكي لك عاد انا ما جيتش هكاك فارغ، ما جيت وبحكيت. احنا باش عندنا جماعه هذاك نتاع الصباح حكيو عليك صباح حكيو عليك برش حاجات مش سمع كنا شني قالوا فافل. ونحبك تاخو موقف معكم كل يوم التسعة ونص بعدنا احنا بس احنا قبل هي المعلومة المهمة في هذا الكل توك احنا قبل نحبوها روا نحبوها تقوم بعدنا تفيق بعد تفيق بعدنا هذيك الافونتاج اي صحيح غزلوا غزلوا نسمع حريق دي مراد صغير قال لك الكلمة اللي قالها مراد تو ونخاف وجوز ما يستاهل فما بريغات تبعها يفهم كل يوم كون الفريق أربعة من الناس نمشي لميسيو أخرى نحلو حرمها لازم يسير كل شو جي علي عرعود من غادي يقول يفرق في دي مرة وصلهم يعني عرعود وصل سمعت هكا محمد علي تونسي كي يجيك البرة ذاك في الاوبن سبيس ويبدا يقول لك يا مدام محليك ومحلى جينيريك نتاعك. سمعتو كيفاش يحكي؟ علاش عندي في ذاك الدور صغير هذاك ما تخش عليه الزغيدي. مراد الزغيدي مراد الزغيدي مراد الزغيدي قال ماهمش فايقين. اي لا مش فايقين، ماناش فايقين بكم جهبلة انا فايقين على رواحنا رانا عندك بركلة هذه السيزون الثانية فايقين واحنا رانا اسمع احنا طايرين احنا وباش نخليوها لكم هذولي وهاجين ان شاء الله كنت تربي لا ما خير دونك هنا قاعدين على قلوبكم متربعين يلا نمشيو معاك يا العراود اولك لاشيت ولا ميديا ماج. في ميديا ماج اليوم باش نحكيو من مديدة اليوم الحسام هوني فماش حق رد برشا اما من مديدة احنا تو لحرشك نحس روحنا مثلا طيحي مونك اي عارك ومشاكل مونك تحت لا والله لا تو وعندي هذاك هذاك المثقف قسم بالله العظيم عامل بعميل وراه غير برك العباد تقدرين امه يقول والله في اطار الفصول والقانون وجوز هذاك باش هما ساكتين على الفصول والقانون فصل الشتاء لطف من جديد كنا تفرجنا في برنامج الحقائق الاربعه في تقرير تحت عنوان المستشاره في العماره يحكي على امراه قاعده تتحايل وتدعي صفه انها مستشاره لرئيس الجمهوريه. النهار الاثنين 29 نوفمبر تم اتخاذ قرار النيابه العموميه تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد سيدة أربعينية أصيلة ولاية صفاقس وهذا من أجل التحايل وانتحال صفة مستشارة رئيس الجمهورية والمتحايلة محل 16 منشور تفتيش لفائدة محاكم صفاقس وتحصنت بجهة حمام سوسة وإن استقرت في عمارة واصلت عملية التحايل إلى أن تم إلقاء القبض عليها من طرف الوحدات الأمنية مرجع النظر. وحكي هنا النطق رسمي باسم محكمة ابتدائية سوسة 2 إنه محامي المتهم ما قال انه المناوبة متاعه سبق وانه تم تحجير عليها لضعف عقله. واو بيه لهنا والله فما فكرة وحيدة انا الحقيقة شكرا على الأولى خاطر تو سمعت بيه الحكاية. فما فكرة وحيدة ضربت لي في راسي وانه غياب الشفافية في شنو قاعد يصير في القصر وانه التوانسة ما يعرفوش شكون المستشارين بتاع رئيس الجمهورية شكون اللي يخدم في الديوان نتاعه هاو خرج هاو استقال هاو درجنية هذا ينجم يخلي عبيد تعمل حاجات كيف هكا. يعني ما نجموش نلومو على التوانسة راهو كيفاش انه يصدقوا شخص ينتحل صفة مستشارة رئيس جمهورية على خاطر ما نعرفوش هو حتى اللي يتابعوا في الشأن العام ما يعرفوش شكون من أبار مدام نادي عكاشة ما نعرفوش شكون اللي قريب من رئيس الجمهورية وشكون اللي يستشيره وياخذ من عنده هكا خلينا نقوله أفكار آراء ما نعرفوش ما
دونك عادي جدا وانه التوانسه يتيحوا في الفخ هذايا تاع انتحال سيفت مستشاره رئيس الجمهوريه. لوجيك وي لوجيك اقسم بالله شوكي والله في فيلم كوميدي هذا يجي معناتها والله تسمع بحكايات في تونس انا راه نموت بالضحك معناتها وكما قال لوي نحن ما نعرفوش شكون هم المستشارين دونك اي واحد دالي نجم يجينا الصباح قلنا انا راني مستشار قيس سعيد ونصدقوا عادي خاطر ما نعرفوش خاطر ما نعرفوش معناتها شكون وي وهذا مشكل كبير بالرسمي شيء قاعد يصير في في رئيسة الجمهورية من ضبط بي وتو كيف ما ديما نحكي وأنه الوقت قاعد يحصل رئيس الجمهورية وللأسف كل سواء يعني في رئيس الحكومة زادة كيف كيف الغياب بتاع التواصل غياب أنك تعمل ستركتور واضحة مش أنك تحكي مع الإعلام من شيرة وتحكي مع العبيد من شيرة أخرى هذا يخلي ضبط بي كبير على الأخ غياب ثقة رئيس الجمهورية في أي شخص نجم يحطه في المنصب هذاك باش ياخو كناطق ناطق رسمي وهو الوحيد اللي ماخو صورة الدولة ويحكي فيها زاد هذا يفهم مشكل كبير ويحل المجال برشا ناس باش تعمل بعمية لا أما جاب ربي القوات الأمنية والناس حاضرين وتابعوها وطيحوها نحب نشوف دالي يجينا الصباح كل راني مستشفى وزملاء في الحقائق الاربعه زاد الصحفيين زملاء في الحقائق الاربعه اللي عملوا التحقيق نتاعهم نمشيو للخبر اخر نهزكم لمصر نحكي لكم على الفنان الكبير رشوان توفيق صدمه كبيره في مصر بعد انتشار الاخبار الخاصه بالخلافات بين الفنان الكبير رشوان توفيق وبنته الصغيره وان حضر الفنان في لقاء تلفزيوني كشف من خلاله على اكبر ماساه يسميه هو يعيشها في حياته مع بنته الصغيره بعد ما وصل بيناتهم معناها المشاكل بيناتهم الى ساحات القضاء بعد ما رفعت بنته بمسانده زوجها دعوه قضائيه ضد والدها الفنان رشوان توفيق اي للحجر عليه وهو اللي معناه الناس كل وقت اللي تفرجوا فيه رشوان توفيق كيفاش يبكي في البرنامج ويحكي على القضيه التفاعل كبير الحقيقه مع الحجر شنو هو لي زارغومون اللي لقاتهم هو هو فما الروايه الاخرى راهو قبل معناها الحجر نتاعو هو على خاطر مثلا الحفيد نتاعو اللي هو زيد قال انه هو وامه معناها رفعوا القضيه يقول انه حكي على تفاصيل الازمه تاعو مع جده يقول انه القضيه كانت عباره على دعوه مدنيه لالغاء توكيل حرته امه للفنان قال راهو قاعدين يوصلونا برشا شتائم على اساس انه احنا عملنا عليهم عن قضيه حجر وانما راهو ماهوش صحيح راهو المشكله هو انه احنا عملنا له توكيل واحنا رفعنا قضيه باش يلغيو التوكيل كما قلت لك برشا عباد تفاعلوا مع الموضوع هذا وبرشا فنانين الحقيقه كتبوا والهاشتاج اللي دار برشا نحن ابنائك والتصريحات نتاعو من غير ما نبقى نسمي لكم في الاسامي نتاع الفنانين ولكن تقريبا كل فنانين مصر تفاعلوا مع القضيه هذه عارش انتم كيفاش تبعتوا الموضوع انا بيدي الحاجات هذوما ولاو ياسر ياسر يقلقوني معناها يقلقوني نفسانيا ويقلقوني خاطر تحس اللي الدنيا ياسر تبدلت معناها الماده والطاغيه بدرجه كبيره ما عادش حتى قدر للعائله للكبير لقريبك للبعيد ولا حتى شيء معناها المهم والاهم انه الفلوس والا الورث راجل يحبوا يرثوه عينه حيه معناها حاجه يسر يسر تقلق بكل صدق وممثل كبير برشا راه ممثل كبير برشا 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 مسلسلات في الاسلام كان ضمير قبلها حكمت مسلسلات وافلام وحضور كبير واللي هو هكا في العمر هذا وهو يخدم معناها تقول انت باش تحجر عليه علاش علاش قلت لك شنو الاسباب تاع الحجر شنو خرف ويمثل يمثل ويحفظ في نصوصه ويخلق في الشخصيات نتاعو معناها شنو الاخلاق اللي وليت توا متدهوره برشا برشا كي يدخل البرشا فلوس في العائله راه ديما ما نظنش كان هو عنده برشا فلوس خاطر فما اسماء اكبر ياسر عنده برشا السوق نتاعهم كبير برشا هما ولا لي كونترا نتاعهم كبار دونك ينجم يكون معناتها حكيت فلوس كي تدخل الفلوس ما بين العائله سورتو في مع المشاهير حكيت وراجل بنته ولا تولي حكايه كبيره والناس كل تولي تعرفها حكايه بريتني سبيرس وبوها وفات بالقضاء معناتها دونك سنين بالقضاء ربي يهديوك
نمشي للأخبار آخر. مدون سلوك الطفل المصري، هذايا حكيت على مشروع جديد مطروح للنقاش في مصر. يتمثل المشروع ذي على بث أي محتوى فاحش، حظر بث أي محتوى فاحش في وسائل الإعلام، واعتبرت أنه برنامج أبلة فهيتا يستخدم لغة خارجة وتلميحات جنسية. برنامج أبلة فهيتا اللي متفرش فيه هو عبارة على دومي فيهم عائلة فيها الأبلة فهيتا ومعها اللي تقول هي أولادها، والشخصية هذية قاعدة تحكي في البرنامج متاحة وتنقد كل ما يصير في عالم السياسة وحتى العالم الفني وغيره، ولكن بطريقتها الخاصة اللي فيها بعض الإيحاءات والطريقة اللي تقلق البعض، الشيء اللي يخلي مدونة سلوك الطفل المصري كما قلت لكم تعتبر أنه برنامج الأبلة فهيتا يستخدم لغة خارجة وتلميحات جنسية. وبحسب صحيفة الوطن فإنه المعايير اللي قالت المدونة إنه يجب على وسائل الإعلام إنه تلتزم بها هما إنه يحمل محتوى البث التلفزيوني المخصص لأغراض الترفيه واللي ضمن محتوى ما بين ظفرين نسميه غير لائق رمز مع 18 سنة، ويجب أن يتم بثه خلال الأوقات اللي في الغالب ما يكونش فيها أي احتمال لوجود مشاهدين من الأطفال. يتعين زد على المؤسسات الإعلامية اتخاذ تدابير تحذيرية حاسمة بوضع رمز تصنيف المحتوى اللي هو رمز مرئي بصورة واضحة طول فترة خريطة البث التلفزيوني بأكملها، ويحظر بث المحتوى الفاحش ذي الطبيعة الجنسية الصريحة في جميع الأوقات على القنوات العامة والخاصة، ويجب أن يحمل محتوى اللغة البذيئة غير لائقة علامة مع 18 وقت البث كما قلت لكم، ويجب عدم بث مشاهد طرد الأرواح الشريرة أو الغيبية أو الأعمال الخارقة وإلى العرافة وإلى الممارسة المماثلة كما أحداث واقعية وإلى لأغراض الترفيه إلا في ساعات متأخرة من الليل تحمل زيادة علامة مع 18 سنة. وكما قلت لكم وضحت المدونة أنه برنامج أبلة فهيتا اللي ضمن عروض كوميدية وفقرات سياسية ساخرة باستخدام لغة خارجة وتلميحات جنسية، كل هذا باستخدام الدومي واللي تعد حسب عمومة عنصر جذب كبير للأطفال. ولكن يبقى السؤال المطروح أنه الأبلة فهيتا الانتشار متاحة ما كانش فقط في وسائل الإعلام وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، على خطر كنشوفه طول الانستغرام تاع الأبلة فهيتا نلقاها بالملايين متابعة، حتى الشخصية اللي تلعبها دورة بنتها هي اللي تسمى اللي هي كارو كيف ونلقاها زيدة بخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى في أفلام ومسلسلات على نتفليكس مثلا كان عندها دراما كوين على ما أظن الاسم متاع سيري متاح. رأيكم هذه توا الأبلة فهيتا عندها سنين ربي توا فيق اللي يلزم يكون، وعلى فكرة راهو أبلة فهيتا من أكثر راجل الشخصيات راجل ولا مرأة الدمية هذيك معناها من أكثر الشخصيات اللي ترفعوا عليها قضايا في مصر، من أكثر الشخصيات اللي خذيت حيز زمني كبير في البرلمان المصري يحكيوا عليها. أبلة فهيتا أنا شفتها الحقيقة في حوارات مع ممثلين، شفتها مع هند صبري، شفتها مع ظفر العابدين كيفاش ياسر عجبها ياسر ديكالي ياسر بالحق وديكالي على الاخر معناها ثمار وشي، واللي الصوت ذكرى صوت راجل والسيناريو والدنيا الكل معناها يكتب فيها راجل، دونك حاجه بالنسبه لينا ياسر محليها اكزاجيري الحقيقه تدوينه تحط معناتها موان 18 على 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 البرنامج قبل فهيتا راهو اكزاجيري برشا الحق نتاع ربي معناتها مش تاع فما ما اتعس في مصر ما فهمت مش فما اتعس، ولكن هي راهي معروفه بالدجاب يقولوا عليه صليت اللي ديكالي عندها الهيومور معناتها اي هذيك الثمار نتاعها، وهو راهو ديما في البرامج الساخره في 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 مصر كيك نتفكروا مثلا باسم يوسف كيفاش كان عنده كيك نفس فريق هي كانت ما كانتش تجبد سياسه ملي ولا تجبد سياسه ولا تتقلع هي كانت لازم ندخلوا في السانسره فوالا اكزاكتومون كانت تحاور ديما الفنانين ونفس الاسلوب وزعما هي مراه ياسر شابه وتحب راجل واللي في لسانها تقولوا كيف وليت عندها الاخبار السياسيه والنقد السياسي اللاذع دونك وليت باش تتسانسر وليت يلزم بعد نص الليل وكل شيء
هذا راينا من عرفش. تحية الأبلة فاهيتا. تحية الأبلة فاهيتا. إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا في تونس برامج بالقيمة هذيك وبالضمار هذيك وبالكتيبة هذيك وثقافة السيناريست في ليكيب نتاع ثقافة السيناريست في إيكيب نتاع التلفزة راهو لازمها تترسخ في تونس على الأخر على خاطر نجم تعمل برشا إبداع به. شكرا. بالليل ما زلت هذا المحبي حاجة بركة إنه اللهجة خاطر احنا امبارح أنا ويمين أبو غنجة نحكيه في في الموضوع هذا قلت زعما النجم يكون عندنا برنامج كيما هكا ليه ولكن تبقى اللهجة المصرية والضمار نتاع اللهجة المصرية هو اللي يخليهم يوصلوا لهكاكا يعني شيء ذاك للأسف احنا ما نعرفش ما نجموش نلقاو الضمار نتاع اللهجة المصرية في اللهجة التونسية احنا ماناش نفس الضمار احنا ما عندناش نفس الضمار وما عندناش نفس اللهجة حتى كي باش نحكيو توا مثلا نمشيو مش خاطر خدمت فيها انا مثلا نمشيو للحجامة اللي تخدمت في لبنان زاد كيف مع نادين اكزاكتومون نوعية أخرى وثمر آخر وشخصية ودنيا دونك احنا نوع لازمنا نحكيه على ثمارنا اش معناه ثمار هو نقد للمجتمع نقد للظواهر الاجتماعية متاعنا اللي نعيشوا فيها دونك احنا ياسر حاجات كيفنا ذوكا يبداو قرب منا دونك اللهجة عليه عمرها ولا كانت عائق راه ما عادش فهمت شو الموضوع هذا انا فهمت شو يقصد عليهم فيت هما باللهجه وصلوا انا ما فهمتش ليه ها يقصد اللي وصلوا للسوكسي هذا العربي قبل فهيت سوكسي كبير عندهم اكثر من 100 سنه صناعه مالك شنو راه داخلين على التلفزيونات العربيه اكثر من 100 سنه عادش نعطيك من الاخر نحن تلفزنا راهي ما تحبش تصرف بيان سور لا تحب تصرف لا تحب تهدي قلنا لهم اهديوا مره قلنا بربي مسلسلاتنا يا اخي مش لازم تبيعوهم احنا نصوروا مسلسلات ونسكروا البواطه ونحطوهم في اللوطة في الجراج تي برا مشي اهدي اهدي قل ما يجيو ها مثلا قمرة سيدي محروس ها ما نعرفش انا نجوم الليل اللي تحب انت ها مسلسلات فيهم صورة تونسية محليها ولهجة وممثلين وكل خلي العباد تكتشفنا كما مامون دوني عملت صورة هديت المسلسل الكويت يا ولدي اخي ولينا راو تشاتشا ولينا نتكلم ونفهم اللهجة وجاء وقت ان البرامج متاعنا تمشي نيفو اخر متاع كتيبة متاع ضمار متاع برشا اي معناها شنو ولي ها والبنات نعيطين الممثلات محليهم يهبلوا في مصر تبارك الله عليهم نجمات ما شاء الله اللي يقدموا في الاخبار للتكنيسيان للتكنيسيان مانك دي كاميرامان مجدي سميري هاوكا غادي على نفسه مخرج قد الدنيا ولا غاديكا اسمه قد الدنيا معناها خساره هذه البلاد ياسر تسكر شويه الحلمه معناها تختص تتخنق باش تعمل عركه الحلم. هي عركه باش نفكوا الحلمه دي والله تفضل سيد المخرج ديدي على الاشهار تفضل مرحبا بك المدام وشوف اللي صار مع وجيه الجندوبي على اي اف ام احلى راديو اي اف ام احلى العشرة دقيقة حضروا روحكم ابناء الاعزاء وقت الكويز يلا نبدا بالسؤال الاول اللي يقول الى حدود اخر اكتوبر قداش بلغت ديون ستيك اذا ضو نعم اللي نعرفه برشا أيه والله وهي راهي صدمة برا نمشي اش بيك وقف الدالي كمل اكتب لك وراه فيها هكا تفصيلة صغيرة ديون ستيك باش ما نظلموهاش ارفع الالواح 50 مليار 250 ألف مليون بلغ ديون الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى حدود شهر أكتوبر 2021 أكثر من 2470 مليار من بينها 1100 مليار لدى المواطنين والشركة عاجزة لطف علينا على استخلاص مستحقاتها في بعض الأحياء شنو رأيكم؟ وجوش كان نقول تفصيلة صغيرة وإنه للأسف راهو حتى على خطر ديون ستيك زاد عنده ديون خارجية اللي بسعر الصرف يعني وليت برشة هالديون هذية وكل عام وراء عام تزيد أنا راه نحكي على أكثر من 1000 مليار عند المواطنين والمؤسسات اللي ما نجمش تستخلصهم هذية كارثة هذا يدخل فكل خلينا نقول البوليميك بتاع خصاصة المؤسسات العمومية وهذه أنا نتصورها خطرة وصاروا تجارب في العالم مثلا بريطانيا في الثمانينات التسعينات خصصت الإلكتريسيتي والماء بتاعها بوليفيا برشا بلدان من بعد تراجعوا الحاجة ذي على خطرة ذي قطاعات استراتيجية دونك لازمنا نشوفها ونصلحها ونحاكمها السؤال الثاني
شنو القرار اللي خذته كوريا الجنوبية بخصوص الحفلات والسهرات الغنائية؟ قرار غريب شوية هو. يلا طيب على الخليل حاجي. طيب ارفع الالواح. شنو اون ستريمينغ؟ منع التصفيق للغني مع المغني. مع المغني افتراضي، تكون افتراضي حتى شيء ما عندكش. كوريا الجنوبيه وضعت قوانين صارمه لحضور الحفلات واكدت القيود هذه بسبب الكورونا، وقررت منع الصياح والصراخ او ترديد الكلمات او الغناء في الحفلات الموسيقيه مع ارتداء الكمامه والتباعد والجلوس تلت السهر. فماشي هذه تقوم تتنقز من علاش ماشي كونسيرت؟ اي فوالا هذاك علاش تسكيره. انا قاعدين في الدار وكهواي. مش اخر حفله حضرتوها انتم وقتاش لوليت انت لؤي؟ حفله في المكتبه. في المكتبه حفله مسكين ولا نسيت وجه. نسيت الجمعه اللي فاتت انا شفت ستوري علي جيسي مع يوسف. جيسي مع يوسف دوبلكش في حزر في بلي غنيه وجو. اي غنيه ولا ليه غنيه وجو عندي برش زهو الترب زهو زهو. السؤال الثالث يقول اها 43% من الامريكيين يخدعون شركاء حياتهم في حاجه. لو اي ذي تنجم تكون خربتك شويه. ربي يستر جد في شركاء الحياه تقعد تخربتك شويه. وجوش يخدعوهم شو معناتها؟ معناها يخبيوا عليهم ولا يسامحوني في الكلمه ما نحبهاش، ما كلي زعما يكذبوا عليهم. في الكوب شنو 43% لوجيك حاجه لوجيك حاجه لوجيك حاجه لوجيك ما نعرفهاش انا راني امريكان. يلا ارفع الالواح. في اعمارهم فلوسهم مش معناه فلوسهم ترمي كيك انت معناتها ما يقولوش شنو قداش يدخلوا ولا ما عندهمش ما يعطيوش الصحيح في املاكهم انت فلوسهم واملاكهم على المستوى الدراسي مستسمى على ولدي. كيفاه بربي كيفاه ترى قريتوا مع بعضك وهي عم تاكا وانت عامل شنو المستوى الدراسي؟ وين نعرف وجهك حسب دراسه صدرت مؤخرا 43% من الامريكيين يخدعوا شركاء حياتهم في الجانب المالي يعني يخبيوا قداش يخلصوا قداش صرفوا اكسترا حتى الجانب التونسي زاد ما شاء الله تهنى وجهك. لا في بالي ذيك علاش كنت جديده رد بالك اسالش فماش مسكينه فندام في الظلام في الظلام صحيح. يلا يا سيدك يا سيدك السؤال نمشي للسؤال الأخير على خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. 58 في أي عام ألغت تونس العبودية؟ هذه عدل أي طول؟ لا والله العظيم ما تجاوبش. اسمع وش هكا ولا هكا؟ ما تسمعش كلامه من غاديك اقسم بالله هذا المخرج زعما بيعمل هكا في نوامر غالطين على الاخر. لا اتاسف للساده المستمعين والمستمعات. لا لا والله وجه يلا ارفع الالواح. ما اقسم بالله جوت لوف على الاخر 1846 وهي اول دوله 1907 قبل امريكا 1846 هي اول دوله في العالم. احسنتم مع لولو بيع فطور وبدوره وكذلك كومبارازار رجع جاب الاربع صحاح. لا مش الاربع صحاح عنده غلطه هكا كمان الكويز بسرعه بسرعه جاتنا لوفا 10:59 دقيقه نعطيو فيسع فيسع الريزلتا وباش مدهن تحسب الكونطابليه ولا تفحصها علي نقطه واحده كسب الحمد لله رب العالمين علي نقطتين لؤي نقطتين يوسف نقطه واحده. نحن ما زلنا مكملين معاكم في المدام وجاه بعد الاخبار بعد شويه